حينما تأخذ الشيء الجيد لك فأنت في الأثرة، فحينما تقدمه لأخيك أنت في المؤاثرة. إذاً هذا الخلق لو ربيت أولادك عليه لرأيت العجب العجاب، يتنافسون كيف يقدم الواحد منهم للآخر الشيء الطيب، اللقمة الطيبة، الفاكهة الكبيرة. فإذا ربيتهم على الأثرة يتقاتلون ليأخذ الواحد السرير الذي إلى جنب النافذة، والفاكهة الكبيرة له، والطعام الطيب له. فهذا البيت إما أن يسوده الأثرة شيء لا يحتمل، وإما أن يسوده المؤاثرة. من أبرز الخلق الذي ينبغي أن يكون سائداً في البيت المؤاثرة.